حلوين؟ نصلي على النبي تاني؟ صلى الله عليه وسلم. النهارده طبعا في واجب انا هشوفه النهارده، بس قبل ما اشوف الواجب عايز ابدا كده سؤال حلو جميل لذيذ لطيف. بص يا سيدي، السؤال ده بيقول لك ايه؟ بيقول لك اذا كان، ممكن تسيب القلم وتبص معايا هنا، بتعمل ايه؟ قول لي بتعمل ايه؟ انا ما سالتكش، انا سالته هو. بتعمل ايه؟ طيب ماشي. اذا كان الف، مين يعرف العلامه دي؟ انا ما قلتش قول، انا قلت دايما ارفعوا ايديكم عشان اشوف. مين الجديد؟ بتقولوا عبقري في الرياضيات، ما ينفعش، ده سؤال حلو يعني سؤال. ماشي، انت قلت لي فواز صح؟ سليمان. انا اسف. ايه اصغر من مين اللي اصغر من مين؟ الف اصغر من باء. صحيح. العلامه ديت حتى الناس الكبيره، يعني ما كنتش عايز اسال المشرفين عشان ما احرجش حد فيهم، بس العلامه دي دايما ناس كثيره بتتلخبط فيها. بص ضحكوا، معناه ان هم كانوا هيغلطوا فيها. بص يا سيدي الناس، بص يا سيدي، عشان بس احفظك العلامه. الدنيا، انا هقول لكم، لا انا هشرح. الدنيا بتفتح دراعاتها للكبير، للي ما بيخافش، للي متوكل على الله وماشي، تفتح له دراعاتها وابوابها وامضي فيها، لكن تدي ظهرها للصغير الضعيف. هي الدنيا كده، الدنيا اللي بيخاف كتير واللي ما عندوش طموح الدنيا بتدي له ظهره، فتحس ان هو كده مكتئب وان هو حاسس ان الدنيا وحشه، فدايما الظهر بيروح للصغير وفتح بقها لمين؟ للكبير. يبقى هنا مثلا انا بسال واحد سؤال محدد، هنا مين الاكبر؟ حسبي الله ونعم الوكيل. لا ليه الباقي؟ عشان علامه اكبر منه، عشان هي فاتحه بقها ليه. ايه صح؟ ايه، خدها بالحضن فتبقى اكبر. السؤال هنا بيقول ايه؟ بيقول اقراه لي كده. دال اكبر من جيم. اقراه من اوله. ايش؟ اقرا السؤال من اوله. اذا كان باء اكبر من الف وجيم اكبر من باء. أيوة. ودال اكبر من جيم. صح. حد عنده اعتراض؟ صح، ده صح جدا ده. قول. لا غلط. امال ايه؟ علامه تصغر من دي. ايوه قول يلا. هي علامه تصغر. طب هو قال صح ولا غلط؟ غلط. طب قول كده، قلت ايه تاني؟ اقرا السؤال. لا هو انا عايزه هو قول تاني، قلت ايه؟ اذا كان باء اكبر من الف. حلو. وجيم اكبر من باء. حلو. ودال اكبر من جيم. اللي هو قاله ده غلط ولا صح؟ ما نطق به لسانه. خطأ ولا صح؟ ايه رأيك؟ ايه رأيك؟ مين يقول ايه رأيه؟ ايه رأيك؟ ايه رأيك؟ صح؟ انت بتتصرف اي حاجة عشان ايه رأيك؟ صح. ليه؟ عشان هذا، عشان الدنيا مدروج، هذا فاتح فمه. دنيا ما في سيدة، دنيا ما في سيدة. اللي قاله صح، هو ما قالش حاجة غلط، هو قال لك باء أكبر من ألف، وجيم أكبر من دا من باء. وده هو قال صح، لكن قالها وحشه، ما قالهاش. عارف انت لما ابقى لابس انا البدله دي كده، بص اهو انا لابس البدله والجرافطه وعامل الجرافطه كده، انا لابس الجرافطه ولا مش لابسها؟ لا لابس. لا لابسها. قال لي لا لابس الجرافطه، لكن لابسها شكلها حلو. هو ده اللي عمله، هو لابس الجرافطه ورماها ورا. فاحنا ممكن نقولها ازاي؟ ازاي؟ ازاي اوصف لك يا حبيبي؟ ازاي قد ما احبك؟ قول لي ازاي، قول لي ازاي، قول لي ازاي يا قمر. يلا اسمعوا بقى، اسمعوا العلم. يلا، اذا كان الباء اكبر من الف. طب بص، انت نرويجي؟ انا اسكتلندي. انا ها، انا سعودي. سعودي يعني عربي قح. صح. العرب بيقراوا من اليمين لليسار ولا من اليسار لليمين؟
لا شوف العرب بيقراها من اليمين لليسار. انت لما بتيجي تكتب بتكتب كده ولا بتكتب كده؟ لا كده. طيب يعني لما بتيجي تقرا بتقرا كده؟ ايه؟ اقرا كده وانت ماشي بقى. يلا وريني، انا عايز هو، معلش نزل ايديكم، انا عايز هو. يلا قول اذا كان. ايوه اذا كان باء بص بالقلم في دماغه هضربه هو. لا لا هتغلط هضربه هو. تمام بلاش. طيب قوم. اذا كان مين اول واحد قابلته؟ اول واحد قابلته الف. حلو. اذا كان الف ماله بقى؟ بيتغدى بيتعشى. اذا كان الف اصغر من الباء. الله اكبر. كمل. والباء اصغر من الجيم. حلو. والجيم اصغر من الدال. سقفه كبيره هنا الراجل المحترم الجميل ده. فاحنا ممكن نقراها بشكل سريع جدا، نقول اذا كان الف اصغر من باء اصغر من جيم اصغر من ده، صح كده؟ طيب فهو السؤال بقى بيقول ايه هنا؟ والسؤال ده بقى سليمان بقى هنشوف بقى هل هيقدر يحل اول سؤال مع سلمان. سليمان ولا سلمان؟ سليمان. سليمان. ايه. سليمان ماشي. اذا كان هيعرف يحله مع ربعه ولا مش هيعرف؟ بيقول لك في حاجة؟ ايه؟ بريك؟ ايه؟ عايز تطلع؟ طب اطلع. ما تتأخرش علينا. ابشر. يلا. نعم. فأيهما أكبر؟ ولا واحدة. بيسألك ايه يا حبيبي؟ على ايه؟ اني اجيب. تسلم ايدك يا حبيبي، تسلم ايدك. حبيبي يسلم. الله يبارك فيك. طيب، بصوا بقى كده معايا ايه؟ أبا جاوب. لا ده لسه السؤال بخلاص. لسه. ها؟ معلش. لا 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 بص كده. شوفوا جايب لكم سؤال اختيارات عشان ما يبقاش صعب. تاني انا الهدف من المسائل دي ان انت تشغل دماغك، ان دماغك تتحرك. عشان كده انا مخليكم في مجموعه عشان كلنا نفكر مع بعض. يا اللي بتتكلم هناك اللي بيتفرجوا علينا من بتوع الثانوي هيتبسطوا من السؤال ده. السؤال بيقول لك ايه؟ احنا ما حدش بيجاوب، انتوا عارفين ان احنا دلوقتي هتمسكوا القلم وتجاوبوا. اذا كان الف، الف ده اي الاعتبار ان هو اي عدد. اذا كان الف اصغر من باء اصغر من جيم اصغر من دال. طيب انا عندي عبارتين، العباره الاولى الف زائد دال، والعباره الثانيه باء زائد جيم. فهو بيسالك هل القيمه الاولى دي اكبر؟ لا احنا بنحل مع بعض يا سليمان، بنحل مع بعض. هل القيمه الاولى اكبر ولا القيمه الثانيه اكبر ولا القيمتين متساويتين ولا المعطيات عندنا غير كافيه؟ احنا بنحل مع بعض يا سليمان. يلا قدامكم خمس دقايق وتحلوا. خمس دقايق ده كتير قوي، هي المفروض دقيقه. فكروا مع بعض، فكروا مع بعض وخدوا مني، وخدوا مني إجابة. يلا أيوة فكروا مع بعض. أنا أقول لك تفكروا إزاي، أساعدكم في طريقة التفكير. يعني كل واحد إيه يفترض إن الحرف ده رقم. حط الأرقام من دماغك، خليكم مع بعض، خليكم مع بعض. خمس دقايق وهاخد منكم. طب يلا بقى فكر بقى معاهم بقى، فكر معاهم، فكروا مع بعض وحلوا. اكتب الإجابة. اه اكتب لي واحد او اثنين او ثلاثة او اربعة واكتب لون فريقك على الورقة. القيمة الثانية، لان القيمة الثانية هي ده. نعم يا قلبي. اكبر. تكتبهم كلهم ايه؟ ايه اللي ايه هم كلهم؟ هو اختيار واحد.
اختار الإجابة الصحيحة. أنتوا فهمتوا السؤال ولا لا؟ فهمت، بس قصدي أجاوب الأربعة، واحد اثنين ثلاثة أربعة كلها جاوبها ولا واحد؟ هو اختار إجابة منهم، إجابة منهم هي اللي صح. هذه أجوبة. أيوة، ما أنا حطيت لك العبارة. مين فيهم بقى؟ هل ده أكبر ولا ده اللي أكبر ولا الاثنين متساويين ولا المعطيات غير كافية؟ فدال ولا باء وجيم محا؟ هو ده السؤال. ألف ودال محا، ألف زائد دال وباء زائد جيم. محمد خلينا نتكلم، الأولى هي ألف ودال. أنت بتفكر معانا ليه؟ فكر معاهم. متساوي. فكروا مع بعض بصوت واطي. متساوي. أقول لكم ليش. ألف بعدها داء بعدها باء، وجيم ودال بعدها داء. الراجل الجميل المحترم الطيب ده مش معاكم ليه؟ ممكن تقوم؟ ممكن تقوم؟ ممكن تشيل الطاولة دي؟ لا معنى. لا إيه اللي معنى؟ معنى. طب ما أنا عارف إن هو معنى. تعال هنا بس سيب الطاوله دي، سيب اقعد بقى هنا معاك. الراجل ده يشترك معاكم في الحوار ويشترك معاكم في الحل. يلا خش انت قاعد ليه ساكت؟ فين قلمك؟ يلا الالف يعني هم كم؟ دي ميتك؟ هم كم؟ لا لا ما ايوه فكروا مع بعض كده. ايوه انا سايب لكم خمس دقايق مع انها هي تتحل في دقيقه واحده. لا اقعد دلوقتي. شو قول يا ابوي دكتور الرياضيات؟ شو قول؟ اقول لك مخي اقوى من مخك. انا مخي انت تقصد حنا ولا هو؟ هو انا اقول مخك مو نفس مخك. ويقول انا اشوف العطيات غير بدقيقه واحده. العطيات اكل غير كافيه. المخ يختلف. ايه العطيات. انا جاي لك بالراحه بالراحه بالراحه. عندي سؤال. بهدوء بهدوء. نعم صل على الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب الحين اذا قلت المعطيات غير كافيه ايش تنتج من السؤال؟ ايش ايه الاستنتاج من السؤال؟ لو اعطيتك المعطيات غير كافيه ايش بتطلع؟ المعطيات غير كافيه. غير كافيه. شفت شفت. لا وش شفت انا اسال. طب حل شغل دماغك. لا دقيقه. طب شغل انا هقول لك حاجه. اقعد انت خلصت لوحدك. طب والفريق؟ طب اقعد دلوقتي انت فكر معاهم وشوف انت ايه اللي هيطلع معاك. بس القيمه الاولى هي الف ودال. القيمه الثانيه بي باء ودال. ايوه أوكي. انا بسالك هل القيمه الاولى اكبر ولا القيمه الثانيه هي اللي اكبر ولا الاثنين متساويين مع بعض ولا انت مش عارفين؟ انت حر اكتب اللي انت عايزه. ليه الجواب؟ قطعت الورقه دي. قطعت الورقه دي. ها اكتب الاجابه. طب قطعت الورقه دي. ها خلاص ما قطعتها ليه؟ ما عاد لها فايده. قطعتها ليه من البدايه كده اذى؟ لا شو اسمه قال خلاص انا بكتب. عارف لو لقيت ورقه من دول في الارض هتتعاقب على السجل. طيب انت حر ماشي. يلا بهدوء كده بهدوء. انا مقتنع. خلاص خلاص خلاص. يلا احمر تعالى اديني ولادك. خلصتوا خمس دقايق عدوا خلاص. كتبت احمر؟ ماشي. حلو حلو يا احمر حلو يا احمر. فين القلم اللازق يا جماعه؟ اخدتوه مننا ليه؟ ها اجيب يا استاذ. اكتب اكتب اللون بتاعك بس. اللون بتاعك اكتبه بالقلم أصفر. بتاعك بدري يا مطيري. فين القلم الصبور الازرق؟ طب خلاص خلاص خلاص. لا لا ليه؟ مش حطيت. ليه؟ ما هو ليه؟ طيب مش مهم. حطيت الاصفر. فريق الاصفر. اسمعوني مين اللي كتبها؟ هو ده خطا؟ لان يدي شاده تعوني. سلامة ايدك يا قلبي. سلامة ايدك فين؟ وريني باصبعي. من ايه؟ صاقع. طب ليه طب ليه انت كتبت؟ خليتهم هم يكتبوا. شكرا يا قلبي. ايش تبغى تصدقني؟ صدق عليك؟ نعم. طيب ماشي. شوف هي انت عارف الاجابه فين؟ اجابتكم فين؟ هذه طيب انا كده خلاص كله معايا. انا معايا اربعه واحنا خمسه. فين الخمسه؟ يلا بدر. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. حاضر. هنا اسم الفريق استاذ. هنا السؤال الاجابه هذا. ماشي حلو قوي. اوكي حلو.
لان عيالي طيب احسبوا الالف مرت على اثنين اما الباء مرت على واحد. هو تحرك ازاي؟ انت تحركت ازاي؟ ما قلتش ليه ان انت هتتحرك تجيب ميه؟ يبغون ميه كلهم. انت ما استاذنتش ليه انك هتقوم تجيب ميه؟ معلش فرح. ها؟ بالغلط. ايه؟ بجيب لهم بس. ايوه انا بقول لك انت ما استاذنتش مني ليه؟ خلي الميه معاك، رجع الميه، رجع لهم، رجع لهم الميه. ما استاذنتش مني ليه قبل ما تقوم؟ والله اسف. طيب شكرا، اتفضل سريع، اديهم الميه. طيب ركزوا بقى معايا كده، ركزوا معايا كده. صحصح يا حلو، يا قشطه، يا مربى، صحصح معايا. شوف السؤال، هو سليمان اللي مشى؟ راح يأذن؟ طيب دلوقتي السؤال بيقول ايه؟ بيقول لك اذا كان الف اصغر من باء اصغر من جيم اصغر من دال. فانا قلت لكم تعملوا ايه؟ لحظه قلت لكم تعملوا ايه؟ عوضوا عن الحروف ديت بارقام وحلوا، شوفوا الدنيا هتعمل ازاي. فمثلا الفريق الاحمر، مين يتطوع من الفريق الاحمر يقوم يقف يقول لي عمل ايه؟ انت عارف انتوا عملتوا ايه صح؟ طب استريح. طب انا اللي حليت. استريح يا محترم، استريح. نسمع بعض. الفريق الاحمر جاوب قال متساويتين، قول لي كده فكرته ازاي؟ زي ما انت ما تتعبش نفسك. انت قلت اعتبرهم ارقام صح؟ صح. واحد يساوي قصدي يعني انتوا حطيتوا الارقام كام؟ يعني الارقام عملتوها كام؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة. حلو، حطوا واحد اثنين ثلاثة أربعة. أنت قلت فقالوا إيه؟ طبعًا قال لك واحد ألف زائد دال معناها واحد زائد أربعة، مش كده؟ صح. يبقى خمسة، قد إيه؟ خمسة. وبقى زائد جيم؟ اثنين زائد ثلاثة يساوي خمسة. خمسة، عشان كده هم جاوبوا قالوا متساويتين. طيب استريح، مش هنقول صح ولا غلط. الفريق البنفسجي مين هيقوم فيهم يتكلم؟ يلا قوم يا عسل. انتوا كاتبين الاجابه بتاعتكم ان الاول اكبر. يا راجل عملتوها ازاي؟ قول لي فكرتوا ازاي؟ الدال اكبر شيء. حلو. بس. وسلامتكم. بس بس. بس كده، قوم واقف، خليك واقف. فهمني بس ليه قلتوا ان انتوا قلتوا ايه؟ انتوا قلتوا ان القيمة الأولى أكبر، انتوا قلتوا كده بناء على ان ده الأكبر. ايه صح؟ صح. طيب شكرا، استريح. الفريق الأزرق مين في، ايوه انتوا قلتوا ان هما ايه متساويتين، ليه؟ لأن يا أستاذ الألف ممكن نسمع زميلنا الراجل المحترم اللي واقف. ها الألف زائد التالي يا أستاذ خمسة، لأنه واحد اثنين واحد وأربعة فتساوي خمسة. حلو. والباء زاد جيم اثنين زاد ثلاثة تساوي خمسة. حلو، عشان كده كتبتوا متساويتين. ايه اتفضل اسرائيل. طيب الفريق الاخضر انتوا كتبتوا نفس الفكر؟ نفس الفكرة؟ ايه حطيتوا واحد اثنين ثلاثة أربعة، فيبقى اثنين زائد ثلاثة خمسة، واحد زائد أربعة خمسة، ما ده المنطقي. طيب نسمع بقى مع بعض الإجابة الصحيحة اللي هي إجابة الفريق الأصفر. بصوا كده معايا، لا لحظه، بصوا كده معايا، انا هحط نفس الترتيب. مش انتوا لما حطيتوا 1 2 3 4 طلعت القيمتين متساويتين؟ طيب بص كده معايا، لو انا كتبت كده 1 اصغر من 2 اصغر من 3 اصغر من 7، مين هيطلع اكبر؟ 7. مين هيطلع اكبر، القيمه الاولى ولا القيمة الثانية؟ مين اللي هيطلع أكبر؟ يا أصفر اسكت، أنت بتجاوب غلط، أنت بتجاوب صح. مين اللي هيطلع أكبر؟ ما هو 1 زائد 7 كام؟ 8. و2 زائد 3 كام؟ 5. يبقى مين اللي أكبر؟ القيمة الأولى. طب بلاش، لو أنا كتبت كده، بص كده معايا، لو أنا كتبت لك 1 أصغر من 8 أصغر من 9 أصغر من 10، كده مين اللي أكبر؟ مش القيمة الأولى ألف زائد دال، 1 زائد 10 كام؟ 11، أهو 11. طيب باء زائد جيم، 8 زائد 9 كام؟ 17. خلاص، يبقى مين أكبر؟
طب ما مره طلعت القيمه الاولى اكبر ومره طلعت القيمه الثانيه اكبر ومره طلعت متساويتين، يبقى اذا هنا الاجابه ايه؟ المعطيات غير كافيه. ما نعرفش. سقفه كبيره للفريق الاصفر، نشكرهم على مجهودهم ونلتقي بعد الصلاه ان شاء الله. كم نقطه؟ ها كم نقطه؟ ما لكش دعوه بقى، دي بتاعتي. طب الواجب يا استاذ، تراني حاله. ايوه تبي تسال في ايدك كامل يا استاذ.